بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الشعراء لابن كثير قراءة أحمد عزت. تفسير سورة الشعراء وهي مكية. الصفحة 30 بعد 300. ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة، وقوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين أي هذه آيات القرآن المبين أي البين الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد. وقوله تعالى لعلك باخع أي مهلك نفسك أي مما تحرص وتحزن عليهم ألا يكونوا مؤمنين، وهذه تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم الآية. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغيرهم لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك. قال الشاعر ألا أي هذا الباخع الحزن نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. ثم قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين أي لو نشاء لأنزلنا آية نضطرهم إلى الإيمان قهرا، ولكن لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الآية. فنفذ قدره ومضت حكمته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. ثم قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه الآية. ولهذا قال تعالى هاهنا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه
الذين اجترأوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه، وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض، الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. قال سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي: الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. إن في ذلك لآية، أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع بماء السماء. ومع هذا ما آمن أكثر الناس، بل كذبوا به وبرسله وكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا نهيه. وقوله: وإن ربك لهو العزيز، أي الذي عز كل شيء، أي الذي عز كل شيء وقهره وغلبه. الرحيم أي بخلقه، فلا يعجل على من عصاه، بل يؤجله وينظره ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام حين ناداه من جانب الطور الأيمن وكلمه وناجاه وأرسله واصطفاه، وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه. ولهذا قال تعالى: أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى قوله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقوله تعالى: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي بسبب قتل القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر. قال كلا، أي قال الله له: لا تخف من شيء من ذلك، كقوله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي برهانا، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، كقوله: إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، كقوله في الآية الأخرى: إنا رسول ربك، أي كل منا أرسل إليك، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك،
فإنهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون، وهم معك في العذاب المهين. فلما قال له موسى ذلك أعرض عنه، أعرض فرعون هنالك بالكلية ونظر إليه بعين الازدراء والغمص، فقال ألم ربك فينا وليدا. الآية أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليه مدة من السنين، أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليه مدة من السنين، ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك. ولهذا قال وأنت من الكافرين أي الجاحدين. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير. قال فعلتها إذن أي في تلك الحال، وأنا من الضالين أي قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم وأنا من الضالين أي الجاهلين. قال ابن دريج وهو كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففررت منكم لما خفتكم. الآية أي انفصل الحال الأول وجاء أمر آخر، فقد أرسلني الله إليك فإن أطعته سلمت وإن خالفته عطبت. ثم قال موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك. أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم، أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله وما رب العالمين، وذلك أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، فاستخف قومه فأطاعوه وكانوا يجحدون الصانع جل وعلا ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون. فلما قال له موسى إني رسول رب العالمين قال له فرعون ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف، حتى قال السدي هذه الآية كقوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط، فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية، بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر، وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه. فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، والذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير، وما يحتوي عليه الجو، الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. إن كنتم موقنين أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله
ألا تستمعون؟ أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إله غيري؟ فقال لهم موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. قال: أي فرعون لقومه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمدنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. قال: أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة، فأجاب موسى بقوله: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، الآية. ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام، فقال ما أخبر الله تعالى عنه: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه، فظن أن ليس وراء هذا المقام مقال، فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فعند ذلك قال موسى: أولو جئتك بشيء مبين، أي ببرهان قاطع واضح، قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي ظاهرا واضحا في غاية الجلاء والوضوح والعظمة، ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج. ونزع يده أي من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، أي تتلألأ كقطعة من القمر. فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد، فقال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، أي فاضل بارع في السحر. فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل سحر لا من قبيل المعجزة، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به، فقال: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، الآية، أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا، فأكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، أي أخره وأخاه حتى تجمع له من المدائن من مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه ويأتون بنظير ما جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك، وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك، ليجتمع الناس في صعيد واحد وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي هذه السورة، وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا شأن الكفر والإيمان، ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل الآية. ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصر، وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا في ذلك، وكان السحرة جمعا كثيرا وجما غفيرا، قيل كانوا 12,000 وقيل 15,000 وقيل 17,000 وقيل 19,000 وقيل 34,000 وقيل 80,000 وقيل غير ذلك والله أعلم بعدتهم. قال ابن إسحاق وكان أمرهم راجعا إلى 4 منهم وهم رؤساؤهم، وهم سابور وعاذور وحطحط ومصفى. واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم، وقال قائلهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى، بل الرعية على دين ملكهم. فلما جاء السحرة أي إلى مجلس فرعون، وقد ضربوا له طاقا وجمع خدمه وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته، فقام السحرة بين يدي فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا، أي هذا الذي جمعتنا من أجله، فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أي وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي. فعادوا إلى مقام المناظرة، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، وقد اختصرها هنا فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وهذا كما تقول الجهرة من العوام إذا فعلوا شيئا هذا بثواب فلان. وقد ذكر الله تعالى في سورة الأعراف أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال في سورة طه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، إلى قوله ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقالها هنا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا. قال الله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى قوله رب موسى وهارون. فكان هذا أمرا عظيما جدا وبرهانا قاطعا للعب وحجة دامغة، وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب منهم أي يغلبوا غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون للحق وبالمعجزة الباهرة. فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله، وكان وقحا جريئا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعا الباطل، فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة الآية،
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين تهددهم فلم ينفع ذلك فيهم وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر إلا أن يكون الله قد أيده به وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه ولهذا لما قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم أي كان ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم ولا تفتاتوا علي في ذلك فإن أذنت لكم فعلتم وإن منعتكم امتنعتم فإني أنا الحاكم المطاع إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر هذا لا يقوله عاقل ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا لا طير أي لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به إنا إلى ربنا منقلبون أي المرجع إلى الله عز وجل وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخفى عليه ما فعلت بنا وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ولهذا قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أي ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر أن كنا أول المؤمنين أي بسبب أننا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان فقتلهم كلهم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل لما قال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون لم يبق لهم إلا العذاب والنكال فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر وأن يمضي بهم حيث يؤمر ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا وكان خروجه بهم فيما ذكره غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر وذكر مجاهد رحمه الله أنه كسف القمر تلك الليلة فالله أعلم وأن موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام فدلته امرأة عدوه من بني إسرائيل عليه فاحتمل تابوته معهم ويقال إنه هو الذي حمله بنفسه عليهما السلام وكان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحتملوه معهم. من فضلك تابع بقية المادة.
وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم رحمه الله فقال حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق عن ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدنا فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك قال ناقة برحلها وأعنز يحتلبها أهلي فقال أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل فقال له أصحابه وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله قال إن موسى عليه السلام لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق فقال لبني إسرائيل ما هذا فقال له علماء بني إسرائيل نحن نحدثك أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا فقال لهم موسى فأيكم يدري أين قبر يوسف قالوا ما يعلمه إلا عجوز من بني إسرائيل فأرسل إليها فقال لها دليني على قبر يوسف فقالت والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي فقال لها وما حكمك قالت حكمي أن أكون معك في الجنة فكأنه ثقل عليه ذلك فقيل له أعطها حكمها قال فانطلقت معهم إلى بحيرة مستنقع ماء فقالت لهم أنضبوا هذا الماء فلما أنضبوه قالت احفروا فلما حفروا استخرجوا قبر يوسف فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار وهذا حديث غريب جدا والأقرب أنه موقوف والله أعلم فلما أصبحوا وليس في ناديهم داء ولا مجيب غاب ذلك فرعون واشتد غضبه على بني إسرائيل لما يريد الله به من الدمار فأرسل سريعا في بلاده حاشرين أي من يحشر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاج ونادى فيهم إن هؤلاء يعني بني إسرائيل لشرذمة قليلون أي لطائفة قليلة وإنهم لنا لغائبون أي كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا وإنا لجميع حاذرون أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وقرأ طائفة من السلف وإنا لجميع حاذرون أي مستعدون بالسلاح وإني أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيل خضراءهم فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافرة في الدنيا كذلك وأورثناها بني إسرائيل كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها الآية وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الآيتين فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في محفل عظيم وجمع كبير هو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود
فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات من أنه خرج في 1000 و600 فارس، منها 100,000 على خيل دهم، ففيه نظر. وقال كعب الأحبار: فيهم 800,000 حصان أدهم، وفي ذلك نظر. وظهر أن ذلك من مجازفات بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. والذي أخبر به القرآن هو النافع، ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة تحته، لأنهم خرجوا بأجمعهم. فأتبعوهم مشرقين، أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس وهي طلوعها. فلما تراء الجمعان، أي رأى كل من الفريقين صاحبه، فعند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر، وهو بحر القلزم، فصار أمامهم البحر. وقد أدركهم فرعون بجنوده، فلهذا قالوا إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير هاهنا بكم، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وكان هارون عليه السلام في المقدمة، ومعه يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون، وموسى عليه السلام في الساقة. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون، وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، ها هنا أمرك ربك أن تسير؟ فيقول: نعم. فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل، فعند ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، فضربه وقال: انفلق بإذن الله. وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اجعل لنا مخرجا. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر. وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع. فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب، ولا يدري من أي جانب يضربه موسى. فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله، أين أمرك ربك عز وجل؟ قال: أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضرب. وقال محمد بن إسحاق: أوحى الله فيما ذكر لي إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضا فرقا من الله تعالى، وانتظارا لما أمره الله. وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها، ففيها سلطان الله الذي أعطاه فانفلق. وذكر غير واحد أنه جاءه فكناه فقال: انفلق علي أبا خالد بإذن الله. قال الله تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل الكبير. قاله ابن مسعود وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال عطاء الخراساني: هو الفج بين الجبلين. وقال ابن عباس: صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق. وزاد السدي: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض، وقام الماء على حيله كالحيطان، وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته فصار يابسا كوجه الأرض. قال الله تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وقال في هذه القصة: وأزلفنا ثم الآخرين، أي هنالك. قال ابن عباس وعطاء الخراساني وقتادة والسدي: وأزلفنا، أي قربنا من البحر فرعون وجنوده وأدميناهم إليه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، أي أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد، وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك. وروى ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وابن مسعود أن موسى عليه السلام حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك فأمر بشاة فذبحت، وقال: لا والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلي 600,000،
من القبط. فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحر فقال له انفرق. فقال له البحر قد استكبرت يا موسى، وهل انفرقت لأحد من ولد آدم فأنفرق لك؟ قال ومع موسى رجل على حصان له. فقال له ذلك الرجل أين أمرت يا نبي الله؟ قال ما أمرت إلا بهذا الوجه يعني البحر. فأقحم فرسه فسلح به فخرج. فقال أين أمرت يا نبي الله؟ قال ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال والله ما كذب ولا كذبت. ثم اقتحم الثانية فسلح ثم خرج. فقال أين أمرت يا نبي الله؟ قال ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال والله ما كذب ولا كذبت. قال فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضربه موسى بعصاه فانفلق فكان فيه 12 سبطا لكل سبط طريق يتراءون. فلما خرج أصحاب موسى وتنامى أصحاب فرعون التقى البحر عليهم فأغرقهم. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال فلما خرج آخر أصحاب موسى وتكامل أصحاب فرعون انطم عليهم البحر فما رؤي سواد أكثر من يومئذ وغرق فرعون لعنه الله. ثم قال تعالى إن في ذلك لآية أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تقدم تفسيره. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك له والتبري من الشرك وأهله. فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل أي من صغره إلى كبره، فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل، فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أي مقيمين على عبادتها ودعائها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون فهم على آثارهم يرعون. فعند ذلك قال له إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أي إن كانت هذه الأصنام شيئا ولها تأثير فلتخلص إلي بمساءة فإني عدو لها لا أبالي بها ولا أفكر فيها. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام فأجمعوا أمركم وشركاءكم الآية. وقال هود عليه السلام إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الآية. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى قوله حتى تؤمنوا بالله وحده.
وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعل كلمة يعني لا إله إلا الله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء. الذي خلقني فهو يهدين، أي هو الخالق الذي قدر قدره وهدى الخلائق إليه، فكان يجري على ما قدر له، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهو الذي يطعمني ويسقين، أي هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية الأرضية، فساق المزن وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد، وأنزل الماء عذبا زلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا. وقوله وإذا مرضت فهو يشفين، أسند المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إلى نفسه أدبا، كما قال تعالى آمرا للمصلي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. فأسند الإنعام والهداية إلى الله تعالى، والغضب حذف فاعله أدبا، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذا قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. والذي يميتني ثم يحيين، أي والذي يحيي ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه، فإنه هو الذي يبدئ ويعيد. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو الفعال لما يشاء. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما، قال ابن عباس وهو العلم، وقال عكرمة هو اللب، وقال مجاهد هو القرآن، وقال السدي هو النبوة. وقوله وألحقني بالصالحين، أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار اللهم في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثة. وفي الحديث في الدعاء اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين. وقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد وقتادة واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الثناء الحسن. قال مجاهد كقوله تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة الآية، وكقوله وآتيناه أجره في الدنيا الآية. قال ليث بن أبي سليم كل ملة تحبه وتتولاه، وكذا قال أكرمة.
وقوله تعالى واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. وقوله واغفر لأبي الآية كقوله ربنا اغفر لي ولوالدي، وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إلى قوله إن إبراهيم لأواه حليم. وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى قوله وما أملك لك من الله من شيء، وقوله ولا تخزني يوم يبعثون، أي أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم. وقال البخاري عند هذه الآية قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه عليه الغبرة والقطرة. وفي رواية أخرى حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. هكذا رواه عند هذه الآية، وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفردا به ولفظه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول يا إبراهيم انظر تحت رجلك، فينظر فإذا هو بذيخ مترطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ورواه عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير. وقوله ولا تخزني يوم يبعثون، أخبرنا أحمد بن حفص بن أبي عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقطرة، وقال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني، قال لكني اليوم لا أعصيك واحدة، قال يا ربي وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد، قال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فأخذ منه، قال يا إبراهيم أين أبوك؟ قال أنت أخذته مني، قال انظر أسفل منك، فنظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتمه، فأخذ بقرائمه فألقي في النار. وهذا إسناد غريب وفيه نكارة، والذيخ هو الذكر من الضباع، كأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك. وقد رواه البزار بإسناده من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه غرابة. ورواه أيضا من حديث قتادة عن جعفر بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي لا يقي المرأة من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولا بنون أي ولو افتدى بمن على الأرض جميعا. ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبري من الشرك وأهله، ولهذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الدنس والشرك. قال ابن سيرين القلب السليم أي يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم أن يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد والحسن وغيرهما بقلب سليم يعني من الشرك. وقال سعيد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى في قلوبهم مرض،
قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حمين. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها، وهم المتقون الذين رغبوا فيها على ما في الدنيا وعملوا لها في الدنيا. وبرزت الجحيم للغاوين أي أظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق، فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر. وقيل لأهلها تقريعا وتوبيخا: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ أي ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئا ولا تدفع عن أنفسها، فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله: فكبكبوا فيها هم والغاوون، قال مجاهد: يعني فدهوروا فيها. وقال غيره: كبوا فيها، والكاف مكررة كما يقال صرصر، والمراد أنه ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك. وجنود إبليس أجمعون أي ألقوا فيها عن آخرهم. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، أي يقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين، وعبدناكم مع رب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون، أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، قال بعضهم يعني من الملائكة كما يقولون. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ وكذا قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، أي قريب. قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون. الله تعالى يعلم أنهم لو ردوا إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة صاد، ثم قال تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد لآية، أي لدلالة واضحة جليلة على أن لا إله إلا الله، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. من فضلك تابع بقية المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الشعراء لابن كثير. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعدما عبدت الأصنام والأنداد، فبعثه الله ناهيا عن ذلك ومحذرا من وبيل عقابه، فكذبه قومه فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى، ونزل الله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل، فلهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره، إني لكم رسول أمين، أي إني رسول من الله إليكم أمين فيما بعثني الله به، أبلغكم رسالات ربي ولا أزيد فيها ولا أنقص منها، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، الآية، أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم بل أدخل ثواب ذلك عند الله، فاتقوا الله وأطيعون فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله به وأتمنني عليه. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. يقولون لا نؤمن لك ولا نتبعك، ونتأسى في ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا، ولهذا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون، أي وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي، ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه لا يلزمني التنقيب عنهم والبحث والفحص، إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين، كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ويتابعوه فأبى عليهم ذلك وقال وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا، فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا منه، سواء كان شريفا أو وضيعا أو جليلا أو حقيرا. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لما طار مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد، وقالوا في الآخر لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي
لئن لم تنتهي من دعوتك إيانا إلى دينك لتكونن من المرجومين، أي لنرجمنك. فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه فقال: رب إن قومي كذبون، رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. كما قال في الآية الأخرى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إلى آخر الآية. وقال هاهنا: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين، أي أنجينا نوحا ومن اتبعه كلهم، وأغرقنا من كفر به وخالف أمره كلهم أجمعين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام أنه دعا قومه عادا، وكان قومه يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل قريبا من حضرموت متاخمة بلاد اليمن، وكان زمانهم بعد قوم نوح كما قال في سورة الأعراف: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد والطول المديد وأرزاق الدارة والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمار، وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه. فبعث الله هودا إليهم رجلا منهم رسولا وبشيرا ونذيرا، فدعاهم إلى الله وحده وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه، فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواب الطرق المشهورة، يبنون هناك بنيانا محكما هائلا باهرا، ولهذا قال: أتبنون بكل ريع آية، أي معلما بناء مشهورا
تعبثون أي وإنما تفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضيع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال مجاهد والمصانع البرود المشيدة والبنيان المخلد، وفي رواية عنه برود الحمام. وقال قتادة هي مأخذ الماء. قال قتادة وقرأ بعض الكوفيين وتتخذون مصانع كأنكم خالدون. وفي القراءة المشهورة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي لكي تقيموا فيها أبدا، وذلك ليس بحاصل لكم بل زائل عنكم كما زال عمن كان قبلكم. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الوليد حدثنا ابن عجلان حدثني عون بن عبد الله بن عتبة أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البليان ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادى يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون، إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيوثقون ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت مساكنهم قبورا، ألا إن عادا ملكت ما بين عد وعمان خيل وركاب، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. وقوله وإذا بطشتم جبارين أي يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت، فاتقوا الله وأطيعون أي اعبدوا ربكم وأطيعوا رسوله. ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أي إن كذبتم وخالفتم. فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فما نفع فيهم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول تعالى مخبرا عن جواب قوم هود له بعدما حذرهم وأنذرهم ورغبهم ورهبهم وبين لهم الحق ووضحه، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي لا نرجع عما نحن عليه، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. وهكذا الأمر، فإن الله تعالى قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الآية، وقولهم إن هذا إلا خلق الأولين، قرأ بعضهم إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين بفتح الخاء وتسكين اللام. قال ابن مسعود والعوفي عن عبد الله بن عباس وعلقمة ومجاهد يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين، كما قال المشركون من قريش وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين. وقال وقيل للذين كفروا ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين. وقرأ آخرون إن هذا إلا خلق الأولين بضم الخاء واللام يعنون دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجداد، ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا ولا بعث ولا معاد. ولهذا قالوا وما نحن بمعذبين.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن هذا إلا خلق الأولين، يقول دين الأولين. وقاله عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير. وقوله تعالى: فكذبوه فأهلكناهم، أي استمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده فأهلكهم الله. وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية، أي ريحا شديدة الهبوب ذات برد شديد جدا، فكان سبب إهلاكهم من جنسهم، فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره، فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهم عاد الأولى، كما قال تعالى: وأنه أهلك عاد الأولى، وهم من نسل إرم بن سام بن نوح ذات العماد الذين كانوا يسكنون العمد. ومن زعم أن إرم مدينة فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب، وليس لذلك أصل أصيل. ولهذا قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم. ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: التي لم يبن مثلها في البلاد. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا مقدار أنفي الثور عتت على الخزنة، فأذن الله لها في ذلك فسلكت فحصبت بلادهم فحصبت كل شيء لهم، كما قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها الآية. وقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، إلى قوله: حسوما، أي كاملة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي بقوا أبدانا بلا رؤوس، وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيه كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم، فلم يغني عنهم ذلك من أمر الله شيئا، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ولهذا قال تعالى: فكذبوه فأهلكناهم الآية. كذبت ثمود بمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله صالح عليه السلام أنه بعثه إلى قومه ثمود، وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام، ومساكنهم معروفة مشهورة. وقد قدمنا في سورة الأعراف الأحاديث المروية في مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم حين أراد غزو الشام، فوصل إلى تبوك ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك، وكانوا بعد عاد وقبل الخليل عليه السلام. فدعاه نبيهم صالح إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يطيعوه فيما بلغهم من رسالة، فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه، وأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرا منهم وإنما يطلب ثواب ذلك من الله عز وجل. ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال: أتتركون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول لهم واعظا لهم ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم، ومذكرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة، وجعلهم في أمن من المحظورات، وأنبت لهم من الجنات، وفجر لهم من العيون الجاريات، وأخرج لهم من الزروع والثمرات. ولهذا قال: ونخل طلعها هضيم. قال العوفي عن ابن عباس: أين وبلغ فهو هضيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ونخل طلعها هضيم يقول معشبة. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن أبي عمرو، وقد أدرك الصحابة، عن ابن عباس في قوله ونخل طلعها هضيم قال: إذا رطب واسترخى. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: روي عن أبي صالح نحو هذا. وقال أبو إسحاق عن أبي علاء: ونخل طلعها هضيم قال: والمذنب من الرطب. وقال مجاهد: والذي إذا يبس تهشم وتفتت وتنافر. وقال ابن جريج: سمعت عبد الكريم أنبأنا أمية سمعت مجاهدا يقول: ونخل طلعها هضيم قال: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه، فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم، تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة وقتادة: الهضيم الرطب اللين. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضا فهو هضيم. وقال مرة: هو الطلع حين يتفرق ويخضر. وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له. وقال أبو صخ: ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم فترى الطلع قد نسق بعضه ببعض فهو الهضيم. وقوله: فتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قال ابن عباس وغير واحد: يعني حاذقين. وفي رواية عنه: شرهين أشرين، وهو اختيار مجاهد وجماعة. شرهين أشرين، وهو اختيار مجاهد وجماعة، ولا منافاة بينهما. فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال عشرا وبترا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها، كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. ولهذا قال: فاتقوا الله وأطيعون، أي اقبلوا ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وعصيلا. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق. قالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين، فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول تعالى مخبرا عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم عز وجل أنهم قالوا: إنما أنت من المسحرين. قال مجاهد وقتادة: يعنون من المسحورين. أبو صالح عن ابن عباس: من المسحرين، يعني من المخلوقين. واستشهد بعضهم على هذا بقول الشاعر: فإن تسألينا فيما نحن فإنما عصافير من هذا الأنام المسحر، يعني الذين لهم سحر، والسحر هو الرئة. والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. ثم قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، يعني فكيف أوحي إليك دوننا،
كما قالوا في الآية الأخرى أنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم، وقد اجتمع ملأهم وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء، وأشاروا إلى صخرة عندهم من صفتها كذا وكذا، فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به ولا يتبعنه، فأعطوه ذلك. فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم، فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني ترد ماءكم يوما ويوما تردونه أنتم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء، فمكثت الناقة بين أظهرهم حيلا من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى وينتفعون بلبنها، يحلبون منها ما يكفيهم شربا وريا. فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالأوا على قتلها وعقرها، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا، وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من نحالها، وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون، وأصبحوا في ديارهم جافنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام، وهو لوط بن هاران ابن آذر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهما السلام، وكانوا يذكرون سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بها، وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة، وهي مشهورة ببلاد الغور متاخمة لجبال البيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك والشوبك، فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم، مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان الذكور دون الإناث. ولهذا قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين أتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لما نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش وغشيانهم الذكور وارشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم، ما كان جوابهم له إلا أن قالوا لئن لم تنتهي يا لوط أي عما جئتنا به لتكونن من المخرجين أي ننفيك من بين أظهرنا كما قال تعالى.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم وقال إني لعملكم من القالين أي المبغضين لا أحبه ولا أرضى به وإني بريء منكم. ثم دعا الله عليهم فقال رب نجني وأهلي مما يعملون. قال الله تعالى فنجيناه وأهله أجمعين أي كلهم إلا عجوزا في الغابرين وهي امرأته وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومها. من فضلك تابع بقية المادة. وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهود وكذا في الحجر حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه فصبروا لأمر الله واستمروا وأنزل الله على أولئك العذاب الذي عم جميعهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال تعالى ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا إلى قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هؤلاء يعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح وكان نبي الله شعيب من أنفسهم وإنما لم يقل ها هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب وإنما قال إذ قال لهم شعيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين ومنهم من قال ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي وهو ضعيف حدثني ابن السدي عن أبيه وزكريا بن عمرو عن خصيف عن عكرمة قال ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. وروى أبو القاسم البغوي عن هدرة عن همام عن قتادة في قوله تعالى وأصحاب الرس قوم شعيب وقوله وأصحاب الأيكة قوم شعيب وقاله إسحاق بن بشر. وقال غير جويبر أصحاب الأيكة ومدين هما واحد والله أعلم. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبي عليه السلام. وهذا غريب وفي رفعه نظر والأشبه أن يكون موقوفا. والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة.
أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. يأمرهم عليه السلام بإيفاء المكيال والميزان وينهاهم عن التطفيف فيهما فقال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصا وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا، ولكن خذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذون وزنوا بالقسطاس المستقيم. والقسطاس هو الميزان وقيل هو القبان، قال بعضهم هو معرب من الرومية. قال مجاهد القسطاس المستقيم هو العدل بالرومية، وقال قتادة القسطاس العدل، وقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوهم أموالهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني قطع الطريق كما قال في الآية الأخرى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، وقوله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل كما قال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والجبلة الأولين يقول خلق الأولين، وقرأ ابن زيد ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها، تشابهت قلوبهم حيث قالوا إنما أنت من المسحرين، يعنون من المسحورين كما تقدم. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، أي تتعمد الكذب فيما تقوله لا أن الله أرسلك إلينا، فأسقط علينا كسفا من السماء، قال الضحاك جانبا من السماء، وقال قتادة قطعا من السماء، وقال السدي عذابا من السماء. وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى أن قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وقوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، الآية. وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة، ف
فأسقط علينا كسفا من السماء الآية. قال ربي أعلم بما تعملون، يقول الله أعلم بكم، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم. وهكذا وقع بهم جزاء كما سألوا جزاء وفاقا، ولهذا قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة 7 أيام لا يكنهم منه شيء، ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر، فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شارا من نار ولهبا ورهجا عظيما، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. ولهذا قال تعالى إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في 3 مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال فأخذتهم الصيحة، وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم، فقال فأخذتهم الصيحة الآية. وها هنا قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء الآية على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال قتادة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الله سلط عليهم الحر 7 أيام حتى ما يظلهم منه شيء، ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحة، فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نارا. وهكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى. وقال محمد بن كعب القرضي إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب، أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظلة فدخل تحتها رجل فقال ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد من هذا، هلموا أيها الناس، فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. ثم تلا محمد بن كعب فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقال محمد بن جرير حدثني الحارث حدثني الحسن حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حدثني يزيد الباهلي سألت ابن عباس عن هذه الآية فأخذهم عذاب يوم الظلة الآية، قال بعث الله عليهم رعدة وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هرابا إلى البرية، فبعث الله عليهم سحابا فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارا. قال ابن عباس فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي العزيز في انتقامه من الكافرين الرحيم بعباده المؤمنين.
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه أي القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الآية، لتنزيل رب العالمين أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، قاله غير واحد من السلف ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفي والسدي والضحاك والزهري وابن دريج، وهذا مما لا نزاع فيه. قال الزهري وهذه كقوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقال مجاهد من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض. على قلبك لتكون من المنذرين أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملأ الأعلى، على قلبك يا محمد سالما من الدنس والزيادة والنقص، لتكون من المنذرين أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له. وقوله تعالى بلسان عربي مبين أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل، ليكون بينا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في يوم دجن قال لهم كيف ترون بواسقها؟ قالوا ما أحسنها وأشد تراكمها. قال كيف ترون قواعدها؟ قالوا ما أحسنها وأشد تمكنها. قال فكيف ترون جريها؟ قالوا ما أحسنه وأشد سواده. قال فكيف ترون رحاها استدارت؟ قالوا ما أحسنها وأشد استدارتها. قال فكيف ترون برقها؟ أواميض أم خفق أم يشق شقا؟ قالوا بل يشق شقا. قال الحياء الحياء إن شاء الله. قال فقال رجل يا رسول الله بأبي وأمي ما أفصحك ما رأيت الذي هو أعرب منك. قال فقال حق لي وإنما أنزل القرآن بلساني والله يقول بلسان عربي مبين. وقال سفيان الثوري لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه واللسان يوم القيامة بالسريانية، فمن دخل الجنة تكلم بالعربية. رواه ابن أبي حاتم. وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يقول تعالى وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه، كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأحمد. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والزبر هاهنا هي الكتب وهي جمع زبور، وكذلك الزبور وهو كتاب داود. وقال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة. ثم قال تعالى
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها، والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وأمته، كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الآية. ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لو نزل على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به، ولهذا قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كما أخبر عنهم في الآية الأخرى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، الآية. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، الآية. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الآية. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد، أي أدخلناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي بالحق حتى يروا العذاب الأليم، أي حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، فيأتيهم بغتة أي عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون، أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا في زعمهم بطاعة الله، كما قال الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، إلى قوله: ما لكم من زوال. فكل ظالم وفاجر وكافر إذ شاهد عقوبته ندم ندما شديدا. هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، إلى قوله: قال قد أجيبت دعوتكما، فأثرت هذه الدعوة في فرعون فما آمن حتى رأى العذاب الأليم، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، إلى قوله: وكنت من المفسدين. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، الآيات. وقوله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، الآيات. ثم قال: إنكارا عليهم وتهديدا لهم، فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا واستبعادا: إيتنا بعذاب الله، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، الآيات. ثم قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى:
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وقال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولهذا قال تعالى: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ففي الحديث الصحيح: يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. أي ما كأن شيئا كان. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: كأنك لم تؤثر من الدهر ليلة، إذا أنت أدركت الذي أنت تطلبه. ثم قال تعالى مخبرا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، إلى قوله: وأهلها ظالمون. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله، وما تنزلت به الشياطين. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أنه ما ينبغي لهم، أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم، لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونور وهدى وبرهان عظيم، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة. ولهذا قال تعالى: وما ينبغي لهم. وقوله تعالى: وما يستطيعون، أي ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم بين أنه لو انبغى لهم ما استطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك، لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول الله، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ولرسوله. ولهذا قال تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون، كما قال تعالى مخبرا عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، إلى قوله: أم أراد بهم ربهم رشدا. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له،
ومخبرا أن من أشرك به عذبه. ثم قال تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، أي الأدنين إليه، وأنه لا يخلص أحد منهم إلا إيمانه بربه عز وجل، وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين، ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه. ولهذا قال تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة، بل هي فرض من أجزائها، كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الشعراء. وقال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقال تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها. الحديث الأول. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنذر الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنذر الله تبت يدا أبي لهب وتب. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش به. الحديث الثالث. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. انفرد بإخراجه مسلم. الحديث الثالث. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. ورواه مسلم والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلا ولم يذكر فيه أبا هريرة، والموصول هو الصحيح، وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد وحدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من النار، يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، سلامي من مالي ما شئتما. تفرد به من هذا الوجه، وتفرد به أيضا عن معاوية عن زائدة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ورواه أيضا عن حسن: حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. وقال أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني قصي، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنة من جبل على أعلاها حجر، فجعل ينادي: يا بني عبد المناف، إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل برأى العدو فذهب يربأ أهله رجاء أن يسبقوه، فجعل ينادي ويهتف: يا صبحاه. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن سهل المهدي عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به. الحديث الخامس. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا، قال: وقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمه شريك: يا رسول الله، أنت كنت بحري من يقوم بهذا؟ قال، ثم قال لآخر: 3. قال، فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي: أنا. طريق أخرى بأبسط من هذا السياق. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ماجد عن علي رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم رهط وكلهم يأكل الجدع ويشرب الفرق، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بعس فشربوا حتى عروا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب، وقال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال: اجلس. ثم قال 3 مرات: كل ذلك أقوم إليه، فيقول لي: اجلس. حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخرى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتم اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أني بادرت بها قومي رأيت منهم ما أكره، فصمدت. فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك. قال علي رضي الله عنه: فدعاني
فقال يا علي إن الله تعالى قد أمرني أنذر عشيرتي الأقربين، فعرفت أني إن بادرتهم بذلك رأيت منهم ما أكره فصمدت عن ذلك. ثم جاءني جبريل فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك، فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام وعد لنا عسى لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت، فاجتمعوا إليه وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال كلوا بسم الله، فأكل القوم حتى نملوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقيهم يا علي، فجئت بذلك القاب فشربوا منه حتى نملوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لأد ما سحركم صاحبكم، فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمع قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقهم يا علي، فجئت بذلك القاب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقال لهدنا سحركم صاحبكم، فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل بدرني قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم له، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا، ثم سقيتهم من ذلك القاب حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان رجل منهم لا يأكل مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. قال أحمد بن عبد الجبار بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم بن مريم ابن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث. وقد رواه أبو جعفر ابن جرير عن أبي عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الغفار ابن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب فذكر مثله، وزاد بعد قوله إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا. قال فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأخمشهم ساقا، ألا يا نبي الله أكون وزيرك عليه؟ فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا. ثم قام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم وهو متروك كذاب شيعي، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم الله. طريق أخرى، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أخبرنا الحسين عن علي بن ميسرة الحارثي حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارثي قال قال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا. قال ففعلت، ثم قال لي ادع بني هاشم. قال فدعوتهم وإنهم يومئذ 40 غير رجل أو 40 رجل. قال وفيهم 10 كلهم يأكل الجدعة بإدامها. قال فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذروتها ثم قال كلوا، فأكلوا حتى شبعوا وهي على هيئتها لم يزدردوا منها إلا اليسير. قال ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رأوا. قال وفضل فضل. فلما فرغوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فبدروه الكلام فقالوا ما رأيناك اليوم في السحر. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام. فصنعت. قال ودعاهم. فلما أكلوا وشربوا قال فبدعوه فقالوا مثل مقالتهم الأولى. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام. فصنعت. قال فجمعتهم. لما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فقال أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي. قال فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله. قال وسكت أنا بسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس. فلما رأيت ذلك قلت أنا يا رسول الله. قال وإني يومئذ لأسوأهم هيئة وإني لأعمش العينين ضخم البطن خمش الساقين. هذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه. ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله، يعني إن قتل في سبيل الله، كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل. فلما أنذر الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فعند ذلك أمن. وكان أولا محرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه، ولهذا بدرهم إلى الالتزام ما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد هذا والله أعلم دعاؤه الناس جهرة على الصفا وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا، حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى، أي إنما أنا نذير والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي من طريق عمرو بن سمرة عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد بن مشقي قال رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث الناس ويفتيهم وولده إلى جنبه وأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون، فقيل له ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزهد الناس في الدنيا الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون، وذلك فيما أنزل الله عز وجل. قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين إلى قوله فقل إني بريء مما تعملون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، أي في جميع أمورك، فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك ومعلي كلمتك. وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم، أي هو معتن بك، كما قال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن عباس الذي يراك حين تقوم يعني إلى الصلاة، وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه وسجوده، وقال الحسن الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك، وقال الضحاك الذي يراك حين تقوم أي من فراشك أو مجلسك، وقال قتادة الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك. وقوله تعالى وتقلبك في الساجدين، قال قتادة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع.
وهذا قول أكرمة وعطاء الخراساني وعطاء الخراساني والحسن البصري. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ويشهد لهذا ما صح في الحديث: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية، يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا. وقوله تعالى: إنه هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحق وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أنه أتاه به رئي من الجان، فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله، وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قبل الشياطين، فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. ولهذا قال الله تعالى: هل أنبئكم، أي أخبركم، على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، أي كذوب في قوله وهو الأفاك، أثيم وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة. يلقون السمع، أي يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مئة كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما صح بذلك الحديث كما رواه البخاري من حديث الزهري. أخبرني يحيى بن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة. رواه البخاري أيضا. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: سمعت أكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع.
ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصفه سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. تفرد به البخاري. وروى مسلم من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قريبا من هذا. وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. وقال البخاري وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. ورواه البخاري في موضع آخر من كتاب بدء الخلق عن سعيد بن أبي زيد عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة بنحوه. وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن. وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وقال عكرمة كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس، فأنزل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر منشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وقوله تعالى ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في كل لغو يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري قد والله رأينا أيديتهم التي يخوضون فيها مرة في شتيمة فلان ومرة في مديحة فلان. وقال قتادة الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. وقوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال العوفي عن ابن عباس كان رجلان على عهد رسول الله أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وإنهما تهاجيا فكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء، فقال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكثر قولهم يكذبون فيه، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لن تصدر منهم ولا عنهم فيتكثرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر، فقال
ألا هل أتى الحسماء أن خليلها بنيسان يسقى في زجاج وحنتم؟ إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تحنو على كل مبسم. فإن كنت مدناني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتفلم. لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي والله إنه لا سوء من ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. من فضلك تابع بقية المادة. وكتب إليه عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، وأيم الله إنه لا يسوءني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا، وقد قلت ما قلت. فلم يذكر أنه حده على الشراب، وقد ضمنه شعره لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكن ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله به. ولهذا جاء في الحديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. والمراد من هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر، لأن حاله مناف لحاله من وجوه ظاهرة، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا قال هاهنا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إلى أن قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن سالم البراد ابن عبد الله مولى تميم الداري قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواح وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أما شعراء. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أنتم. وذكر الله كثيرا، قال: أنتم. وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال: أنتم. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير برواية ابن إسحاق. وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن الوليد بن أبي كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بن نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة
أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت هذه الآية والشعراء يتبعهم الغاوون يبكيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها عليهما والشعراء يتبعهم الغاوون حتى بلغ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم. وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا أبو مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله قد علم الله أني منهم. فأنزل الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وهكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد. إن هذا استثناء مما تقدم ولا شك أنه استثناء، ولكن هذه السورة مكية، فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار؟ وفي ذلك نظر، ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم. ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء. فإن الحسنات يذهبن السيئات، وانتبه الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه، كما قال عبد الله بن الزبعرة حين أسلم يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. وكذلك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه وأكثرهم له هجوة، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يهجوه ويتولاه بعدما كان قد عاداه. وهكذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال يا رسول الله ثلاث أعطيهن، قال نعم، قال معاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. وذكر الثالثة، ولهذا قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. قيل معناه ذكروا الله كثيرا في كلامهم، وقيل في شعرهم، وكلاهما صحيح مكفر لما سبق. وقوله تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال ابن عباس يردون على الكفار الذين كانوا يهدون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد، وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم، أو قال هاجهم وجبريل معك. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به مضح النبل. وقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني من الشعراء وغيرهم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا إياس بن أبي تميمة قال حضرت الحسن ومرض عليه جنازة نصراني فقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال عبد الله بن أبي رباح عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول قد اندق قضيب زوره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال ابن وهب
أخبرني ابن صريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض فأنزلوه فجلس معهم، قال: وصاحب لنا قائم يصلي حتى مر بهذه الآية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال فضالة بن عبيد: هؤلاء الذين يخربون البيت. وقيل المراد بهم أهل مكة، وقيل الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم، كما قال ابن أبي حاتم: ذكر عن يحيى بن زكريا بن يحيى الواسطي، حدثني الهيثم بن محفوظ أبو سعد النهدي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المحبر، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا، حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آخر تفسير سورة الشعراء، والحمد لله رب العالمين. انتهى الشريط الثالث والأخير من تفسير سورة الشعراء لابن كثير، قرأها عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية، سورة النمل من الصفحة 55 و300. تفسير سورة النمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السورة، وقوله تعالى: تلك آيات، أي هذه آيات القرآن وكتاب مبين، أي بين واضح. هدى وبشرى للمؤمنين، أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الآية. وقال تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ولهذا قال تعالى هاهنا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة، كما قال تعالى:
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية. أولئك الذين لهم سوء العذاب أي في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر، أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. وقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أي وإنك يا محمد لتلقى أي لتأخذ هذا القرآن من لدن حكيم عليم أي من عند حكيم عليم أي حكيم في أمره ونهيه، عليم بالأمور جميلها وحقيرها. فخبره هو الصدق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذ قال موسى لأهله إني آنفت نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام، كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة، وبتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا لاستكبروا عن اتباعه والانقياد له. فقال تعالى إذ قال موسى لأهله أي اذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق، وذلك في ليل وظلام، فآنس من جانب الطور نارا أي رأى نارا تأجج وتضطرم، فقال لأهله إن آنست نارا سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق، أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي تستدفئون بها. وكان كما قال، فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نورا عظيما. ولهذا قال تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها أي فلما أتاها ورأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ومضرة، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء
قال ابن عباس وغيره: لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما رأى فنودي: أن بورك من في النار؟ قال ابن عباس: تقدس. ومن حولها؟ أي من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة: سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. زاد المسعودي: وحجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها. وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة. وقوله تعالى: وسبحان الله رب العالمين، أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. وقوله تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أعلمه أن الذي يخاطبه ويناديه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أقواله وأفعاله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. ولهذا قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان. والجان ضرب من الحيات، أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. وفي الحديث: نهى عن قتل جنان البيوت. فلما عاين موسى ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. وقوله تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآية. والآيات في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف. وقوله تعالى في تسع آيات، أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات.
كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي بينة واضحة ظاهرة قالوا هذا سحر مبين، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين، وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم، واستيقنتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا أي ظلما من أنفسهم سجية ملعونة، وعلوا أي استكبارا عن اتباع الحق. ولهذا قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحل الخطاب يقول احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى لما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ المواثيق له عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما السلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال ابن أبي حاتم ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن هشام أخبرني أبي عن جدي قال كتب عمر بن عبد العزيز إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمة لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأي نعمة أفضل من ما أوتي داود وسليمان عليهما السلام. وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة. ولكن المراد بذلك
وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان وابن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم، ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، وليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا. وبهذا القدر من المدة الإضافية ينتهي التسجيل عن تفسير سورة الشعراء لابن كثير، قرأها عليكم أحمد عزت. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.